السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف السابع، وهو الدرس الأول من دروس الوحدة الثامنة بعنوان حل مسائل تتضمن رسوما مرسومة وفق مقياس الجزء الثاني. سوف نتعلم في هذا الفيديو أولا استعمال ثابت التناسب لحل مسائل تتضمن مساحة، ثانيا إنشاء رسم وفق مقياس مختلف عن مقياسه الأصلي. ولنبدأ درسنا في هذا اليوم بالتمهيد التالي. فقد تعلمت فيما سبق أنه يمكنك استعمال معادلة صيغتها y equal kx لتمثيل أي علاقة تناسب، وأن k يسمى ثابت التناسب. عزيزي الطالب، لديك السؤال التالي: قاد علي سيارته 120 كيلومتر في ساعتين بمعدل ثابت. اكتب معادلة لتمثيل علاقة التناسب بين عدد الساعات التي قاد خلالها علي السيارة X والمسافة التي قطعها بالكيلومتر Y. عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك. أحسنت عزيزي الطالب، هيا بنا نبدأ الحل، وذلك يكون بإيجاد ثابت التناسب. فلاحظ أننا سنقوم بكتابة K equal Y over X، حيث أن K يمثل ثابت التناسب، وبالتعويض عن قيمة Y وبالتعويض عن العدد Y بالعدد 120 وال X ب 2، نحصل على أن قيمة K 120 over 2 equals to 60. لتكون المعادلة التي تمثل العلاقة بين عدد الساعات X والمسافة المقطوعة Y هي Y equal 60X. هيا بنا عزيز الطالب ننتقل إلى المثال الثاني، صفحة 219، والمتعلق باستعمال ثابت التناسب لحل مسائل المساحة. ونص المثال: ما المساحة الفعلية بالأمتار المربعة للأرضية الخشبية المرسومة وفق المقياس في الشكل المجاور؟ لاحظ عزيز الطالب أن مقياس الرسم هنا هو 1 سنتيمتر على الرسم يكافئ 2 متر في الواقع. عزيز الطالب، هيا بنا نناقش الأسئلة التالية. ففي السؤال الأول: ماذا يعني رسم مرسوم وفق مقياس؟ ممتاز، بالفعل هذا يعني إنه رسم أصغر من المجسم الفعلي، ولكن له نفس الشكل، وتربط علاقة تناسب بين القياسات الفعلية والقياسات المناظرة لها على الرسم. أما السؤال الثاني: ماذا يمثل كل من القياسين 8 سنتيمتر و 16 سنتيمتر؟ لاحظ القياسات على الرسم المجاور أمامك. ممتاز، بالفعل هما يمثلان طول وعرض الأرضية الخشبية في الرسم المرسوم وفق مقياس الرسم. أما بالنسبة للسؤال الثالث: ماذا يعني مصطلح فعلي في هذا المثال؟ رائع، فعلي يعني حقيقي أو من واقع الحياة. أما السؤال الرابع: ما المعادلة التي يمكن استخدامها لتمثيل التناسب؟ رائع، يمكن استخدام معادلة على الصورة Y equal KX، حيث أن Y يمثل الطول الفعلي، K هو ثابت التناسب، أما X فيمثل الطول في الرسم. وأخيرا، ما ثابت التناسب في هذا السؤال؟ رائع، إن ثابت التناسب K يمثل نسبة الطول الفعلي إلى الطول في الرسم، أي أنه بالاعتماد على مقياس الرسم 2 over 1 equals 2. لاحظ عزيزي الطالب، حتى تقوم بالحل هنا أنك ستقوم باستعمال معادلة بالصيغة Y equal KX لتمثيل علاقة التناسب بين الأطوال في الرسم X والأطوال الفعلية Y، حيث أن ثابت التناسب K هو نسبة ثابتة للطول الفعلي إلى الطول في الرسم. ولنبدأ بالحل، والذي سيكون على خطوات ثلاث. ففي الخطوة الأولى ستقوم بإيجاد الطول الفعلي capital L للأرضية الخشبية باستعمال الطول small L في الرسم. لاحظ عزيزي الطالب أن الطول الفعلي يساوي ثابت التناسب مضروبا في الطول في الرسم، وباستعمال مقياس الرسم لنعوض عن 2 متر over 1 سنتيمتر عن ثابت التناسب K، نحصل على أن الطول الفعلي equals 2 multiply 16 equals 32، مما يعني أن الطول الفعلي يساوي 32 متر. أما الخطوة الثانية وستكون بإيجاد العرض الفعلي capital W للأرضية الخشبية باستعمال العرض small W في الرسم. لاحظ أن العرض الفعلي W equals ثابت التناسب مضروبا في العرض في الرسم، وبالتعويض نحصل على أن العرض الفعلي equals 2 multiply 8 equals 16، وهذا يعني أن العرض الفعلي يساوي 16 متر.
وأخيرا في الخطوة الثالثة ستكون لحساب المساحة الفعلية للأرضية الخشبية. لاحظ أن الأرضية الخشبية مستطيلة الشكل، فمساحة الأرضية تساوي الطول مضروبا في العرض، وهو قانون مساحة المستطيل، أي أن المساحة تساوي 32 × 16 = 512. وهذا يعني أن المساحة الفعلية للأرضية الخشبية تساوي 512 سكوير متر. وننتقل الآن عزيزي الطالب إلى السؤال الخامس من طبق فهمك صفحة 220، ونصه: ما المساحة الفعلية للنافذة المربعة المرسومة وفق مقياس؟ لاحظ أن بعد النافذة هو 0.75 سنتيمتر، ومقياس الرسم هو 1 سنتيمتر على الرسم إيكوز 2 متر على الواقع. عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حله. أحسنت عزيزي الطالب، هيا بنا نبدأ بالحل، والذي سيكون بحساب الطول الفعلي كابيتال L للنافذة باستعمال الطول سمول L في الرسم. لاحظ أن الطول الفعلي equals ثابت التناسب K مضروبا في الطول في الرسم، وثابت التناسب هنا بالرجوع إلى مقياس الرسم equals 2/1 = 2، أي أن الطول الفعلي equals 2 × 0.75 = 1.5 متر. وبما أن النافذة مربعة الشكل، سنقوم بحساب المساحة الفعلية لهذه النافذة، أي أن المساحة equals الطول multiply الطول، لأن الشكل مربع، أي 1.5 × 1.5 = 2.25 سكوير متر، لتكون المساحة الفعلية للنافذة هي 2.25 سكوير متر. وننتقل الآن عزيزي الطالب إلى المثال الثالث صفحة 219، والمتعلق بإنشاء رسم وفق مقياس مختلف عن مقياسه الأصلي. ونص المثال: يعيد الطلاب رسم لوحة المنظر الطبيعي المجاورة على لوحة جدارية. يريد الطلاب أن يكون الطول في اللوحة الجدارية 80 سنتيمتر. ما مقياس الرسم الجديد ومرتفع اللوحة الجدارية؟ لاحظ أن مقياس الرسم هنا 1 سنتيمتر على الرسم يكافئ 4 متر على الواقع. ونبدأ عزيز الطالب كما تعودنا بالأسئلة التالية. ففي السؤال الأول: لماذا يمثل العدد 4 ثابت التناسب؟ أحسن، بالرجوع إلى مقياس الرسم 1 سنتيمتر equals 4 متر، القيمة الثابتة هي 4، هي النسبة التي تربط بين القياسات الفعلية في المنظر الطبيعي إلى القياسات على اللوحة. أما السؤال الثاني: ما طول اللوحة الجدارية على الرسم؟ رائع، لابد أنك انتبهت إلى الطول وهو 10 سنتيمتر. وبالنسبة للسؤال الثالث: ما ارتفاع اللوحة الجدارية على الرسم؟ بالفعل كما تلاحظ على الرسم هو 8 سنتيمتر. وهنا عزيز الطالب، حتى تقوم بحل السؤال ستقوم بالبحث عن ثابت التناسب K الذي يربط بين الأطوال الفعلية والأطوال في الرسم، أي أن الحل سيكون على خطوات ثلاث. ففي الخطوة الأولى، والتي ستكون بإيجاد الطول الفعلي كابيتال L والارتفاع الفعلي كابيتال H بالمنظر الطبيعي، لاحظ أن الطول الفعلي كابيتال L يساوي ثابت التناسب مضروبا في الطول في الرسم. وبما أن ثابت التناسب هو 4، نحصل على أن الطول الفعلي equals 4 × 10 = 40. أما بالنسبة للارتفاع الفعلي كابيتال H، وهو مساو لثابت التناسب في الارتفاع على الصورة، أي equals K × 8، وبالتعويض عن ثابت التناسب بقيمته وهي 4، نحصل على أن الارتفاع الفعلي equals 4 × 8 = 32. لتكون القياسات الفعلية للمنظر الطبيعي هي 40 متر × 32 متر. أما الخطوة الثانية، والتي ستكون بإيجاد مقياس الرسم الجديد الذي يربط بين قياسات اللوحة الجدارية وقياسات المنظر الطبيعي الفعلي، وهو 40 متر × 80 سنتيمتر، حيث أن 40 متر تمثل الطول الفعلي للمنظر الطبيعي، أما 80 سنتيمتر تمثل طول اللوحة الجدارية. ولحساب مقياس الرسم، نقوم بقسمة حدي التناسب على 80 كما هو موضح أمامك، ولاحظ أن 80 ÷ 80 = 1، ويجب علينا الآن حساب 40 ÷ 80 لتكون هي 0.5، مما يعني أن مقياس الرسم الجديد هو 1 سنتيمتر equals 0.5 متر، أي أن 1 سنتيمتر في اللوحة الجدارية يعادل 0.5 متر في المنظر الطبيعي الفعلي. وأخيرا وفي الخطوة الثالثة، سيكون عليك حساب ارتفاع اللوحة الجدارية H وفق مقياس الرسم الجديد. لاحظ أن الارتفاع الفعلي capital H equals ثابت التناسب K مضروبا في ارتفاع اللوحة الجدارية،
وبالتعويض عن الارتفاع الفعلي بالعدد 32 وثابت التناسب 0.5 نحصل على أن 32 equals 0.5 multiply h. وحتى نقوم بحل هذه المعادلة أي عزل المتغير h، سنقوم بقسم طرفي هذه المعادلة على العدد 0.5 لنحصل على أن h equal 64، مما يعني أن ارتفاع اللوحة الجدارية هو 64. لتكون أبعاد اللوحة الجدارية وفق مقياس الرسم الجديد هي 80 سنتيمتر في 64 سنتيمتر. وننتقل الآن عزيزي الطالب إلى الجزء الأخير من هذا الفيديو، وهو سؤال حاول أن تحل صفحة 119 من كتاب الطالب. ونص السؤال: الشكل المجاور رسم مرسوم وفق مقياس لحظيرة فعلية طول الضلع الأقصر فيها 150 متر. إذا أنشئت حظيرة جديدة مكان الحظيرة الفعلية بقياسات تساوي 2 over 3 القياسات المناظرة لها في الحظيرة الفعلية، ما مقياس رسم المخطط المجاور بالنسبة إلى الحظيرة الجديدة؟ عزيزي الطالب، كم طول الضلع الأقصر في الرسم؟ وكم يبلغ طول الضلع الأقصر الفعلي في الحظيرة؟ بالفعل إنه في الرسم 10 سنتيمتر وفي الحظيرة 150 متر. ولكن عزيزي الطالب، هل يمكنك حساب مقياس الرسم الأصلي هنا؟ ممتاز، ولحساب مقياس الرسم الأصلي نقوم بكتابة نسبة البعد الفعلي للضلع الأقصر في الحظيرة إلى بعد الضلع الأقصر في المخطط، أي هي 150 متر إلى 10 سنتيمتر. وبتبسيط هذه النسبة أي قسمة طرفيها على العدد 10 كما هو موضح أمامك، نحصل على أن هذه النسبة بأبسط صورة هي 15 over 1، أي أن مقياس الرسم الأصلي هو 1 سنتيمتر equals 15 متر، أي أن 1 سنتيمتر في الرسم يعادل 15 متر في الواقع. وأخيرا، كيف يمكنك عزيز الطالب إيجاد طول الضلع الأقصر في الحظيرة الجديدة؟ ممتاز، إنه ثلثا طول الضلع الأقصر 150 متر في الحظيرة الأصلية كما أعطي في السؤال. عزيز الطالب، أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك. أحسنت عزيز الطالب، فحتى نقوم بالحل والذي سيكون على الخطوتين، ففي الخطوة الأولى ستقوم بحساب طول الضلع الأقصر الجديد للحظيرة الجديدة كابيتال L. لاحظ أن طول الضلع الأقصر هو 2 over 3 multiply 150، وباستخدام ما تعلمناه سابقا في ضرب الكسور الاعتيادية نحصل على أنه 2 over 3 multiply 150 over 1 نحصل على 300 over 3 equals to 100 meter. ليكون الطول الجديد للضلع الأقصر في الحظيرة هو 100 متر. أما الخطوة الثانية والتي ستكون بحساب مقياس رسم المخطط المجاور بالنسبة إلى الحظيرة الجديدة، والتي سنقوم فيها بكتابة النسبة 100 متر إلى 10 سنتيمتر، حيث تمثل نسبة طول الضلع الأقصر الجديد في الحظيرة إلى طول الضلع الأقصر في الشكل. وبتبسيط هذه النسبة أي قسمة طرفي هذه النسبة على العدد 10 نحصل على النسبة 10 متر over 1 سنتيمتر. ليكون مقياس رسم المخطط المجاور بالنسبة إلى الحظيرة الجديدة هو 1 سنتيمتر equals 10 متر. وهنا نكون عزيزي الطالب قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إلى اللقاء في درس جديد من دروس الرياضيات للصف السابع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.